انا عايز اضحك، قول لي نكته تضحكني و200 جنيه وقتي هتطلع. 200 جنيه. اه بيقول لك عارف ليه الاشباح ما بياكلوش؟ ليه؟ عشان شبحانين. انت عارف القطايف ليه بتروح للدكتور؟ ليه؟ عشان الحشو وقع. طب ما تقول لي انت حاجه حلوه يعني. اقول لك انا حاجه حلوه. قول لي. السؤال ده ثقافي، اكيد انت درسته في الدراسات. اكيد. عارف مين اللي حرر مصر؟ مين اللي حرر مصر؟ مينا ولا مين؟ مش عارف مين؟ لا مش عارف. اللي طفى المروحة. سلام عليكم. الفراشة اسم جوزها ايه؟ فراش. فراش. عارف ليه القطايف بتروح عند الدكتور؟ ليه؟ عشان الحشو وقع. خرجت من اللقاء 100 مرة. بيقول لك مرة عسكري شرب بن العميد حبس 15 يوم. ايه ايه؟ مرة عسكري شرب بن العميد اتحبس 15 يوم. يعني ايه؟ عارفة مين اللي حرر مصر؟ لا ما بعرف. مش عارفة مين؟ نو. اللي طفى المروحة. اللي حرر مصر؟ اه جوهر. حكي. بلاش انا في الضحك عشان انا في الضحك فظيعة. بيقول لك مرة اتنين في امتحان، واحد بيسأل التاني بيقول له أنت حليت؟ قال له لا والله. راح طلب الرز بلبن. مرة واحد اقرع جمشت قال لي سرح. هي فين النكتة؟ هو اقرع. عارفة مين اللي حرر مصر؟ مين اللي حرر مصر؟ متعرفيش؟ لا برضه متعرفيش. انت مش هي الإجابة. انا مين اللي حرر فيها؟ إجابة غلط. وانا قاعدة في البيت. عارفة مين اللي حرر؟ مين؟ طفى المروحة. ضحكت يعني قلبها مال. اه والله صح؟ لا عايز نكتة مش عايز انا. ماشي. يقول لك مرة واحدة جات لجوزها في يوم كده فبتقول له ايه؟ بتقول له انا النهارده عايز صوتي يعلى اعلى. اه فقال لها طب روحي وانت طالع. بس ما تضحكش ليه يا اسطى؟ خلصت؟ ماشي هقول لك. مره قنبله بتقول لصاحبتها ما تنسيش ميعاد بكره، قالت لها لو نسيت فجريني. قول لي. مره محامي كان عايز يخس. اه فما خلاش حد يوكله. انا اسف ان انا وقفتك. حبيبي متأسف لك جدا. حبيبي الله يكرمك. بيقول لك ليه القطايف بتروح عند دكتور؟ القطايف بتروح عند دكتور؟ اه ليه؟ والله انت بتسألني حاجات ليه طيب؟ حياتي. قولي ليه؟ ليه؟ عشان الحشو وقع. استغفر الله. هشتم انا انا احنا في لقاء يعني. عارفه مين اللي حرر مصر؟ انا. عارفه مين اللي حرر مصر؟ لا. طفى المروحه. بيقول لك مره محامي عايز يخس ملاش حد يوكله. لماذا نحن هنا؟ عايزك تقولي نكتة تضحكني. نكتة؟ لا ما بعرفش نكت. لا قولي نكتة. ما بعرفش والله. اقول لك نكتة. انا بحب اضحك. ما بحب اضحكك. اه